حياكم الله وإلى التفاصيل. بعد أيام من العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن مصر تقود مباحثات على أعلى مستوى للوصول إلى صيغة تفاهم بشأن إعلان هدنة قد تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات في حال التزم الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. اتفاق الهدنة الذي يأتي برعاية مصرية ووافق عليه الاحتلال يتضمن متابعة ملف الأسرى، خاصة الأسيرين خليل عواودة والقيادي في حركة الجهاد بسام السعدي. كما يتضمن الاتفاق تخفيف الحصار عن القطاع وإدخال شاحنات وقود يوم غد لرفض محطات الكهرباء. وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه يوم الجمعة الماضي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيا وإصابة المئات. واليوم شيع آلاف الفلسطينيين الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ومن بين الشهداء الذين تم تشييع جثامينهم خالد منصور، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي. نقترب أكثر من الأوضاع الميدانية في قطاع غزة مع مراسلنا من هناك غازي العلول. أهلا بك غازي. غازي، ما الجديد بالنسبة للاتفاق الذي يجري الحديث عنه بوساطة مصرية؟ ووردت إلينا أنباء حول ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 42 شهيدا، ضعنا بالمزيد من التفاصيل. نعم لنا، هذا صحيح. يبدو أن الاحتلال جن جنونه في هذه اللحظات، عدد من الاستهدافات في عدد كبير من الأماكن في محافظات قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها. دعيني أبدأ من الشمال، حيث في بالقرب من مقبرة الفلوجة شمال قطاع غزة أطلقت طائرة الاحتلال صاروخا استشهد على إثره 5 من المواطنين، غالبيتهم للأسف من الأطفال. كذلك هذا الرقم من المرجح أن يزداد في الدقائق المقبلة، حسب ما وردنا بأن هناك 3 إصابات خطيرة أيضا وصلت المستشفى الأندونيسي. فيما يتعلق باستهداف آخر هنا في مفترق السامر وسط مدينة غزة بالقرب من مكان تواجدي، سمعنا دوي انفجار ضخم، استهداف كان لسيارة مدنية وعربة يقودها بعض المواطنين، انفجر بهم صاروخا أطلقته طائرات الاحتلال وأسفر ذلك عن 3 شهداء خلال هذا الاستهداف. قبل لحظات من خروجي معكم في هذه الرسالة، استهداف آخر كان لعمارة سكنية في البريج وسط قطاع غزة، وأنباء أولية لم نتأكد منها حقيقة عن شهيد وعدد من الإصابات. هذه اللحظات وهذه الدقائق كنا قد حذرنا منها خلال رسائل سابقة، بأن الاحتلال إذا ما اقترب اتفاق الهدنة من أن يوقع ومن أن يدخل حيز التنفيذ، فإن الاحتلال الإسرائيلي يجن جنونه في آخر اللحظات وفي آخر الدقائق. لذلك هي لحظات صعبة يعيشها قطاع غزة. فيما يتعلق بالوساطات، وفد مصري قبل ساعة من الآن دخل عبر معبر بيت حنون إيرز قادما من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو من أراضينا المحتلة لبحث أو تسريع وتيرة المفاوضات والمباحثات مع حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليكون قرار وقف إطلاق النار قريبا في الساعات المقبلة. كذلك فيما يتعلق بحالة الشارع هنا في قطاع غزة، هناك حالة من الترقب حقيقة لإنهاء هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، لأن أزمة حقيقية يعيشها القطاع من كهرباء إلى قطاعات صحية إلى قطاعات الخدمات التي تقدمها البلديات في أكثر من جانب. هناك معاناة حقيقية وقصص إنسانية تدمي القلوب. بالتالي إذا ما استمر هذا العدوان، ربما تسمعون في الخلفية هنا هذه القبة الحديدية تحاول اعتراض رشقة صاروخية ضخمة من خلفي أطلقت باتجاه مستوطنات الغلاف. كذلك هذه المحاولات بائسة من القبة الحديدية
لا أعلم إن كنتم ترونها معي. نعم، نحن نتابع الآن لقطات مباشرة من قطاع غزة. يعني غازي، أفهم من كلامك أنه على الأرض لا يوجد أي دليل على قرب دخول الهدنة حيز التنفيذ، مجرد مباحثات لتسريع وتيرتها مع حركة الجهاد الإسلامي. نعم، نحن دخلنا مرحلة عض الأصابع، من يتحمل أكثر، من يكون قادر على الصمود أكثر والتمسك بمطالبه. الجهاد الإسلامي والفصائل لها مطالبها، الاحتلال يسعى جاهدا وحسب تقديراتنا يستجدي هذه التهدئة، لأن ضربات المقاومة خلال الساعات الماضية كانت كثيفة بشكل كبير، استهدفت المستوطنات الغلاف. هذا صاروخ أطلق تجاه، أو صاروخين أطلقا تجاه الغلاف. كما قلت لنا، ضربات المقاومة كثفت كذلك في اللحظات الأخيرة ردا على جرائم الاحتلال. مرحلة صعبة، دقائق صعبة، هذا مؤشر برأيي، من وجهة نظري مؤشر على أن الاتفاق بات قريبا. لا نعرف ولا نعلم متى. قبل قليل محمد شلح، وهو عضو أو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قال بأننا متمسكون بمطالبنا إزاء هذا الاتفاق إن تم وإن كان واقعا وإن قبل الاحتلال به. عليه أن يلتزم بوقف إطلاق النار والرضوخ لمطالب الفصائل الفلسطينية. نعم لنا. غازي، حسب الأنباء التي وردت إلينا من المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، فإن الاتفاق يتضمن تخفيف الحصار على القطاع وإدخال شاحنات وقود يوم غد لرفض محطات الكهرباء. إلى أي مدى تشكل هذه الجزئية ضرورة مهمة للبقاء واستمرار الحياة في القطاع؟ نعم، نتحدث عن ساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي في 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 المنطقة التي أقطن فيها وأتواجد فيها. 18 ساعة لم تأتي الكهرباء على هذه المنطقة. تخيلي أن الماء مرتبط بالكهرباء، القطاعات الأخرى كلها مرتبطة بالكهرباء، حتى متابعة الأخبار لنا مرتبطة بالكهرباء. لذلك هو إذا ما كان انقطاع تيار الكهرباء لساعات طويلة، فهذا يعني شلل تام وكامل في حياة الغزي والفلسطيني في كثير من المناطق. دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل هو مطلب أساسي للفصائل الفلسطينية. هذا يؤكد بأن حجم الأزمة وحجم الكارثة الإنسانية التي تقع على سكان قطاع غزة. إذا ما كان هذا الأمر واقعا في اتفاق التهدئة، فإن باعتقادي فإن الفصائل لن تقبل بأي تهدئة دون هذا الشرط، كذلك رفقة الشروط الأخرى. نعم غازي، وردنا قبل قليل أن المقاومة الفلسطينية تمطر في هذه اللحظات الاحتلال بحوالي 900 صاروخ، هي ترد على هذه الغارات التي يشنها الاحتلال ب 900 صاروخ، لكن بشكل عام نلاحظ أن هناك لنقل عدم انخراط للمقاومة بما يجري في القطاع. هل هذا الحديث يدور بين في الأوساط الشعبية في القطاع؟ لنا يعني لا يمكن الحديث في هذا الإطار بـ بـ يعني بـ باستفاضة كثيرة. القادة في الجهاد الإسلامي أكدوا منذ اللحظة الأولى في هذا التصعيد بأن جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس هي تشكل وحدة واحدة وغرفة مشتركة لإدارة عمليات المقاومة. بالتالي لا أعتقد بأن أحد من الفصائل رفع يده إن صح التعبير عن ما يحدث في قطاع غزة. هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن والمقاتل وكل الفصائل الفلسطينية. بالتالي يعني إن كان هناك عدم إعلان من جانب بعض الفصائل، وأقصد هنا الحماس إعلاميا، لكن على الأرض أعتقد أن الأمر مختلف لنا. نعم، وكما نشاهد الآن غازي من في على الشاشة، يعني تظهر سحب الدخان
تتصاعد في العديد من المناطق، وكما ذكرت يعني يبدو أن الاحتلال، وأقتبس مما قلته، جن جنونه في الساعات الأخيرة في وقت تجري فيه المباحثات على قدم وساق مع حركة الجهاد الإسلامي للتوصل إلى اتفاق الهدنة. غازي العلول، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. وكان أكثر من 2000 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة في ذكرى ما يسمونه بخراب الهيكل. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن 28 فوجا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى منذ بدء الاقتحامات الساعة 7 صباحا، وقد اعتدت شرطة الاحتلال على المرابطات والمرابطين عند أبواب المسجد. خراب الهيكل جرى مرتين، يعني إحداها كان على يد القائد الروماني تيطس يعني في سنة 70 ميلادي. هم يعتبرون هذا يعني خراب معنوي ومادي وكارثة ونكبة لليهود، لكن هذه حجة يعني تستخدمها الحركة الصهيونية، وهي حركة استعمارية لا علاقة لها بالدين، لتنفيذ مخطط استعماري استيطاني. بالضبط كما يحدث الآن، مخططات اقتحام الأقصى هي مخططات سياسية من قبل حكومة الاحتلال التي تريد تهويد القدس وتريد السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي سيعقدها غدا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأوضح شتيه خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة المساعدات اللازمة لقطاع غزة، خاصة ما يتعلق بالجانب الصحي. المطلوب من مجلس الأمن أخذ قرار جدي قابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ونريد من هذه المؤسسة خطوات أكثر من الاستنكار. ستقوم الحكومة بتوجيه من الرئيس تقديم كل الممكن لمساعدة أهلنا في غزة، ولا سيما في قطاع الصحة، وعليه تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تزويد مستشفياتنا في القطاع بجميع المستلزمات الطبية لتمكينها من تقديم الإسعافات للمصابين الذين ضاقت بهم المستشفيات، وأن تكون جميع كوادرنا الصحية على رأس عملها في جميع المستشفيات. وبعد 3 أيام من القصف المتواصل لقطاع غزة، ينتهك الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك عبر اقتحامات قادها عضو في الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين. قصف غزة، اقتحام الأقصى، هي خطوات تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي غير مكترث بأي قرار أممي أو مواثيق ومعاهدات دولية. وتزامنا مع الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة مستهدفا ما يدعي أنها حركة الجهاد الإسلامي، بدأ المستوطنون اليوم اقتحامات نوعية في الأقصى المبارك بمرافقة عضو في الكنيسة تحت حماية بنادق سحب زنادها أمام المرابطين. الاقتحامات التي مورست خلالها جميع الطقوس الاستفزازية جوبهت بتنديد من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مؤكدة أن هذا العدوان مرفوض ويعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مطالبة تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات. وفي غزة، أصوات الطائرات الحربية لا زالت تدوي في أرجاء القطاع، وقافلة الشهداء آخذة بالارتفاع ساعة تلو الأخرى، ورشقات صاروخية من سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تواصل بث الرعب فقط. التصريحات تتوالى، حركة الجهاد تؤكد مواصلة الرد في وقت ذهبت فيه حركة حماس لطريق الوساطات، والاحتلال ما بين مؤيد ومعارض لما يحدث هناك، والغزيون هم الخاسر الأوحد في هذه الحرب غير متكافئة الأطراف.
وحول الأوضاع الميدانية في الضفة والداخل المحتل ينضم إلينا مراسلنا في فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة. أهلا بك حافظ. القصة تتكرر في القدس، في القطاع، وفي العديد من مدن الضفة الغربية. نتحدث عن تدنيس، تدمير، شهداء منهم أطفال يتيتمون أو يقتلون بدم بارد. لكن سابقا حافظ كان الرد الفلسطيني الشعبي أقوى، كان الصوت أعلى والغضب كان أشد، تفضل. يعني كان لدي العديد من الإجابات لنا لأجيبك بها عن الأوضاع في الضفة الغربية، لكن يعني منذ قليل شاهدت مقطع مصور للاستهداف الأخير للاحتلال. استهدفوا مقبرة في منطقة الفلوجة في قطاع غزة، وأخرج المواطنين من هناك جثث الأطفال ما بين 14 و16 من العمر متفحمة. لا أدري إن كانت هذه المشاهد لن تحرك الشارع الفلسطيني، فأي أي مشاهد ستحركهم؟ منذ قليل كنت على دوار المنارة وسط رام الله، عدد المشاركين في مسيرة لأجل غزة، نصرة لغزة، إسنادا لغزة لم يتجاوز 100. كان عدد الصحفيين والمصورين أكثر من المشاركين في هذه التظاهرة التي تقول نعم لغزة، نصرة لغزة. دوما الضفة الغربية تقول مشان الله يا غزة يلا، ولكن اليوم على عكس العدوان السابق لم تتحرك الضفة الغربية. نعم الضفة الغربية مشتعلة منذ بداية العام حتى منذ أيار الماضي، نعم قدمت العديد من الشهداء، لكن اليوم هل تتحرك الضفة الغربية والشارع الفلسطيني فقط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا ما هو ملحوظ فقط لنا. هناك مسيرات في الضفة الغربية في الوقت الحالي، هناك نقاط مواجهة، اشتباكات، ولكن بعدد من الشبان لا تكاد تتجاوز أصابع يدي الاثنتين. هناك إطلاق للرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال، رغم أن عدد الشبان لا يرتقي إلى 10 إلى 20 شاب على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. لم أذهب إلى هناك لأن الصورة بائسة. نعم أنا أشعر بأني جبان وخائف وضعيف أمام هذه المشاهد التي نشاهدها في غزة وأمام هذه الحالة من الصمت المطبق في الضفة الغربية. قبل يعني أعتقد بأنه على الشارع الفلسطيني الخروج من شاشات الهواتف ومن شاشات الحاسوب إلى الشارع لأجل أن ينادوا المجتمع الدولي لأن يخرج عن صمته تجاه الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين. هناك مسيرة الآن في طوباس عدد غير كافي ولا يرتقي لما يعانيها الغزيون الآن في النصف ساعة الأخيرة من العدوان قبيل دخول التهدئة، إن كانت ستدخل حيز التنفيذ في تمام 8. هناك مسيرة في جنين التي تعاني يعني منذ مطلع العام الحالي، وقدمت العدد الأكبر من الشهداء، لربما عدد الشهداء هناك منذ مطلع العام الحالي يوازي عدد الشهداء خلال 3 أيام الأخيرة في قطاع غزة، وأيضا معظمهم من الأطفال. أنا لا ألوم جنين، ولكن الواقع في الشارع الفلسطيني وحتى الواقع الرسمي والتصريحات الرسمية لا ترتقي لحجم المأساة في قطاع غزة. واليوم الكل ينادي بالوحدة الوطنية، هذه الوحدة التي يجب أن تثبت في الشارع ومن ثم من قبل الفصائل والقيادات، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي قالت اليوم بأنها سترسل المساعدات إلى قطاع غزة، وأن وزارة الصحة ستبدأ منذ يوم غد جهودها مع المؤسسات والمنظمات الدولية لإدخال المساعدات نعم الصحية إلى قطاع الصورة. غزة. حافظ ربما نعود إليك لاحقا، أعذرني، لكن ينضم إلينا الآن نعم. من مدينة القدس راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ راسم. بالبداية بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة وهذا التصعيد الذي يحدث في هذه اللحظات، اقتحم اليوم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، كيف تقرأ هذا التزامن؟ نعم واضح أن حكومة الاحتلال هذه حكومة لبيد وجانس ذاهب نحو التصعيد، فنحن وجدنا أن هذه الحكومة رحمة تحذيرات المستوى العسكري والأمني في دولة الاحتلال بعدم خوض مغامرة عسكرية، ولكن واضح أن هذا التصعيد هو أتى في ضوء أخضر من قبل الإدارة الأمريكية أثناء الزيارة الأخيرة لبايدن للمنطقة، وبالتالي ما يجري من تصعيد في القدس وما يجري من تصعيد في قطاع غزة هذا التصعيد المتزامن سواء من قبل الجماعات التلمودية والتوراتية بين قوسين الداعشية اليهودية التي تنامى في المجتمع الإسرائيلي
وما يرتكب من مجازر بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة واستهداف المدنيين، هذا يعبر عن المأزق السياسي الكبير الذي يعيش النظام السياسي في دولة الاحتلال، بالإضافة إلى أن المجتمع لديه المناعة الكبيرة والكافية، وخاصة أننا شهدنا بعد معركة سيف القدس تهشم دولة الاحتلال عسكريا وأيضا سياسيا، وما حدث في أذار من العام الأذار من هذا العام، العمليات التي نفذت في قلب دولة الاحتلال سواء في بئر السبع أو في الخضيرة أو في تل أبيب شارع ديزنغوف أو بني براق، هي وضعت الاحتلال أمام خطر وجودي على دولة الاحتلال، خاصة أنه ثبت أن المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال التي يتغنى بها كانت منظومة هشة ويسفل اختراقها، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي لم تعد لديه ثقة لا بالقيادات السياسية ولا بالقيادات الأمنية الإسرائيلية. ربما لبيد يريد أن يثبت أنه قادر على أنه مؤهل لقيادة دولة الاحتلال، ولذلك هو يشن الحرب على قطاع غزة، وبالمقابل يعطي الضوء الأخضر للجماعات التلمودية والتوراتية من أجل القيام بأوسع اقتحامات في المسجد الأقصى، وممارسة طقوس وشعائر تلمودية وتوراتية بما فيها السجود الملحمي على أشكال الطقوس اليهودية لمطاح المستوطنين على وجوههم، بالإضافة إلى ما شاهدناه في المسجد الأقصى من عدوان على المرابطين والمعتكفين والمواطنين. نعم أستاذ راسب، عذرا على المقاطعة، عدد من المراقبين يقول إن رد فعل الفصائل حيال اقتحام الأقصى لم يكن ضمن المأمول، لماذا برأيكم؟ أنا أعتقد أنه في 29 أيار الماضي فيما يسمى برقصة الإعلام أو مسيرة الإعلام واستباحة المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بتوحيد القدس، وهذه التي لم تستطع فيها الفصائل المقاومة أن تثبت معادلات الردع بالربط ما بين القدس وما بين قطاع غزة، بالإضافة إلى رغم أن خطابها الإعلامي كان خطاب عالي وراهن عليه المقدسيين في تلك الفترة، ورغم أن الحجج التي أطلقتها فصائل المقاومة بالتدخلات والوساطات العربية والإقليمية، ولكن الاحتلال كان يعتقد بأن الفصائل الفلسطينية غير جاهزة لجولة جديدة على غرار معركة سيف القدس في أيار 21، وبالتالي أتت هذه الحرب في ظل اعتقاد من قبل الاحتلال بأنه سيبحث عن ردع في قطاع غزة، وأعتقد بأن هذا الردع هو ردع مفقود، وبالتالي أنا أعتقد جازما أن الاحتلال ما فشل به في عام 2021 فيما يتعلق بأن المقاومة استطاعت أن تمنع أي عدوان بري على قطاع غزة، وكذلك أن صواريخ المقاومة الفلسطينية لم يتم كسر المعادلة بعدم ضربها لعمق دولة الاحتلال، ولذلك أنا أقول بأن هذه العملية التي تجري الآن في قطاع غزة والتي وصلت من في أهدافها إلى حد الإفلاس والقول الحكومة الإسرائيلية وقادتها الأمنيين والعسكريين، نعم، بما رئيس الشباك يقولون أننا أنجزنا الأهداف، وأنا أعتقد أنه لم يتم إنجاز أي هدف من هذه، نعم، الأهداف. اتضحت الصورة. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة القدس المحتلة. والحديث الآن عن اتفاق الهدنة برعاية المصرية، ينضم إلينا من استوديو رؤيا في مدينة رام الله الأستاذ عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ عماد. الهدنة إن دخلت حيز التنفيذ، هل تعتقد أو ترى التزاما من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أم أن قرب الانتخابات سيحول دون التزام الاحتلال ببنود هذه الهدنة وشروطها؟ وهنا نتحدث عن الإخلال ببنود الهدنة. تحياتي لك. عند الحديث عن الاحتلال بطبيعة الحال هو احتلال مجرم عدواني لا يلتزم بما يتم الاتفاق عليه، عودنا دائما بأنه ينقص الاتفاقيات بدءا من اتفاق أوسلو الذي أدار له الظهر، وبدءا كذلك بالكثير بالاتفاقيات التي حصلت مع قطاع غزة مؤخرا، لكن هذه المرة باعتقادي الاحتلال ربما يلتزم لوقت محدود أو لفترة معينة، خاصة أنه داخليا استطاع تسويق رواية أن الاحتلال حقق جزء مما يريد في
قطاع غزة، حيال أن الاستمرار يخدم انتخابيا الحكومة الانتقالية الحالية، أنا لا أرى رابط حقيقة ما بين الذي يحدث في قطاع غزة وما بين الحالة الانتخابية، لسبب بسيط أن هناك انقسام بنيوي واضح الآن داخل دولة الاحتلال ما بين تيار نتنياهو المعروف بالبيبزم وتيار لا نريد نتنياهو. هذا الانقسام وصل إلى حدود عدم وجود شريحة ثالثة من الممكن أن تتأثر، أن تذهب هنا أو تذهب هناك. لذلك اليوم جل ما يمكن أن يكون هو الصراع داخل المعسكر نفسه، بمعنى مركز نتنياهو متضامن متكاتف، بينما التكتل الآخر ما يعرف بتكتل المركز واليسار والذي يضم يائير لبيد وغانتس وبقية المكونات، هنا سيكون الصراع. غانتس الذي ربما كسب الصورة خلال الأيام الأخيرة ربما يرتفع قليلا على حساب لبيد، لبيد سيتراجع، لكن إذا استمرت الحالة الحربية ستكون حتى النتائج كارثية على الحكومة الانتقالية الحالية. لماذا؟ لأن جزء كبير من الجمهور الداعم لهذا التكتل هو عمليا ينتمي للمركز وجزء منه لليسار، بالتالي نعم. هذا الجمهور ستزيد سلبيته عند الانتخابات، الأمر الذي يعني أن لبيد عليه أن يكون متخوفا إذا استمرت الحالة نعم الحربية. أستاذ عماد، أريد أن أدخل أكثر في هذه الجزئية التي ذكرتها، يعني الساحة السياسية الداخلية اليوم لدى الاحتلال الإسرائيلي تشهد تخبط في المصالح. ما جرى ما جرى اليوم وما جرى خلال الثلاث أيام الماضية في قطاع غزة، من برأيك هو المستفيد من هذا العدوان؟ هل نتحدث عن لبيد أم عن ماذا؟ نحن نتحدث عن المستفيد ربما كبير هو بيني غانتس، زعيم يعني حزب أزرق أبيض، وعمليا هو وزير الجيش والقائد الأمني الفعلي في دولة الاحتلال، الذي حسن من صورة الجيش وحسن من أدائه الشخصي، بالتالي هو استفاد. من الناحية الأخرى هناك استفادات من ناحية التطرف الموجود في الساحة السياسية الإسرائيلية، بمعنى منذ اللحظة الأولى للاستهداف لاحظنا التكتل الكبير من قبل بتسلائيل سموتريش زعيم الصهيونية الدينية، إيتمار بن غفير زعيم القوة اليهودية، بنيامين نتنياهو، وكذلك جوقة الليكود التي كانت تدعم بشكل واضح هذه العملية. بمعنى سياسيا كل المتطرفين، كل الذين ينمون على حساب الدم الفلسطيني في الداخل المحتل كانت صورتهم واضحة، استغلوا هذه القضية بالشكل الأفضل، وبالتالي من الناحية السياسية تقريبا نستطيع أن نقول المركز واليمين حقق ما يريد على حساب الدماء الفلسطينية. حزب ميرتس الوحيد الذي تحدث ربما ضد هذه العملية، لكن هو لا يشكل في الواقع أكثر من 3% من الجمهور الصهيوني في الداخل المحتل، لكن هذه القضية لا تحل المشاكل أو الأزمات الداخلية الموجودة في الداخل الإسرائيلي. اليوم نتحدث عن انتشار للفساد في البنية السياسية الإسرائيلية، زعيم للمعارضة رئيس وزراء سابق كان لديه 3 لوائح اتهام، نتحدث عن زعيم شاس معرض للمحاكمة، زعيم إسرائيل بيتنا يدور الحديث عن فتح تحقيقات جديدة ضده، وحتى الحريديم والمقصود هنا يهدوتها ترى هناك الآن حديث عن اختلاسات مرتبطة بالضريبة، على وعلى ما قاله رودي دار بأنه الخلافات السياسية في السدة الحاكمة في إسرائيل ستقود إلى أزمات حقيقية ربما تؤدي إلى انهيار هذه الدولة من الداخل في ظل وجود أزمات حقيقية باتت تطفو على نعم. السطح بشكل نعم. واضح وبشكل كبير. نعم، وقد وردنا الآن أستاذ عماد أن اتفاق التهدئة يتعثر بسبب مطالب الجهاد الإسلامي بتوفير ضمانات مصرية قبل إعلان اتفاق التهدئة. يبدو أن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، يبدو أن الضحايا في ازدياد والمعاناة في معاناة. عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، كنت معنا من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك.